أمي ديالي وعزيزة عليا بزاف وتنبغيها بزاف. بوسة بوسة. لأن الأم يعني شي حاجة لا تعوض صراحة، لأن هي اللي بنت لي المستقبل ديالي وهي اللي تهلات فيا وهي اللي خلاتني نوصل لواحد المستوى اللي ما كنتش كنعتقد بأن غادي نوصل له. صراحة راه الأمهات راهما كل شيء في هذا الوقت، لأن هي الكبدة، هي كل شيء، هي المعطاء، وهي اللي كتوقف معنا في شي لحظات اللي كنكونوا حنا محتاجين ليها. كنكونوا مثلا يعني كنشعر بالحزن، يعني كتحس بالكآبة، كتشوف راسك يأسي من الوقت، حتى كتجلس مع الأم ديالك كتبر معها الراحة. وكنتمنى يا ربي يطول لنا في العمر ديالهم ونعطيهم غير شي شويه من داكشي اللي يتعاملوا معنا به، واللي ضحاو بالاعمار ديالهم باش حنا نكونوا هما المستقبل. الام ديالي اعظم امراه في هذا الكون هذا، ربي يخليها لي. تعذبت بزاف باش وصلنا لهذا ليطاب اللي فيها حنايا، وبحال اللي كيقولوا تحت اقدام الامهات الجنه. اللي عنده شي ام يحتفظ عليها ويهديها كل ما اغلى في الدنيا عنده، الله يخلي الوالدين الجميع ان شاء الله يا رب. بعد الام مدرسه ان اعدتها اعدت شعبا طيبا. كنتمنى الامهات ديال المغرب كامل، المغرب العربي كامل، يكونوا دائما بخير وبصحه جيده، ويعطيو الافضل دائما الاطفال ديالهم والاولاد ديالهم. اولا الام ديالي الله يرحمها ويجدد عليها الرحمات، وبهذه المناسبه كنقول ليها زعما المكانه ديالها كبيره بزاف بزاف، وما يمكنش انك ترد ليها داك الشيء كاع اللي كان. داك الشيء كاع غير الجلسه ديالها بالنسبه لي انا كتسمى ذكرى، ذكرى صراحه ما يمكنش انك تعوض. ملي كتفقدها عاد كتعرف بلاصتها، فهمتي، عاد كتعرف القيمه ديالها. كتبقى تتمنى انك غير تشوفها، غير تجلس معاك وداك الشيء. انا بالنسبه لي كل نهار عندي عيد الام، حيت كنبغيها بزاف، و تبارك الله وقفات معنا وصلاتنا والله يسمح لنا منهم. راه ماشي سهله 9 شهور د الحماله، فهمتيني. انا راه كنهضر معاك والحميت بورش، حتى الام شي حاجه بزاف. دونك وقفاتنا وحاشاك بدلوا لنا الخروق، سهروا علينا ليالي في المرض ديالنا وكبرونا وقراونا. لان واحد النهار كان واحد مول الحانوت، فهمتي، طيح لي شويه الهضره، انا كنت صغير فهمتي، ما وجات الام لعبات الدور دراج البغاز بحال اللي ضربوه، فهمتيني. راه تبارك الله باش مرا وتخرج، فهمتيني، راه شي حاجه. انا بالنسبه لي هذيك ما عمري ننساها، وهنا باش كنعرفوا الدور ديال الام، راه تقدر دير اي حاجه على حساب ولادها وتضحي عليهم. الرساله اللي قالوا الام ديالي ربي يطولها في العمر ويشافيها ويعافيها، فهمتي، هي اللي عندنا في هذه الدنيا هذه، فهمتي. ولا بيا فهمتي كتكون الدنيا، اي واحد النهار لا جيتي وما جبرتيهاش في الدار كتحس ديك النهار الدار بحال اللي فيها شي حاجه، فهمت. الذكرى مزيونه هي ملي كنسافر وكنطاول ما كنجيش للدار، النهار اللي كنجي فهمتي هذاك واحد اللقاء كيكون ما عندوش حلاوه زايده، فهمت. هذاك هو اللي كتعرف قيمه الام، هي ملي كتفرق عليها واحد، ملي كتكون معاها في الدار كتكون عادي، فهمت، وملي كتبعد عليها عاد كتعرف قيمه الام بزاف، وملي كتمرض ولا كتكون عيانه، فهمت. أمي ديالي وعزيزة عليا بزاف في العالم، ياك، وتنبغيها بزاف. بوسة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.